أعزائنا مشاهدي فضائية نورسات، نرحب بكم من جديد ونرحب بضيفتنا لهذه الحلقة الأخت فادية مساعدة. أهلا وسهلا سر فادية. أهلا سر كلارا. خدمت الأخت فادية في بيت ساحور والآن تقوم في خدمتها الرعوية في مدينة مأدبة، تعلم التربية المسيحية وترافق الفئات العمرية المختلفة للشبيبة، وتهتم بأعمال الخدمة في الكنيسة وترافق كاهن الرعية في الزيارات الرعوية. حديثنا في هذه الحلقة سيكون حول نذر العفة. طوبى لأنقياء القلوب فإنهم يعينون الله. إن نقي القلب هو من جعل عقله وإرادته في انسجام مع مقتضيات قداسة الله. والقديسة ماري ألفونسين أوضحت في مذكراتها بأنها منذ أن تشرفت بزيارة العذراء أصبحت مجردة من كل عاطفة أرضية ومن كل ما يؤول إلى الزوال. عندما يصبح الإنسان مكرساً لله فإنه يلتزم بأن يكون عفيفاً. باعتقادك سر فادية، هل العفة هي فقط الامتناع عن الزواج؟ إذا حكينا عن العفة ككلمة، نعم، العفة هي بمعناها الكف والامتناع، الكف والامتناع عن كل فعل أو حتى فكر شهواني بيخدش القيم الإنسانية وحتى القيم المسيحية. نعم. إذن بهذا التعريف البسيط نقدر نقول إنه العفة هي بصلب الحياة الزوجية، وهي شيء كتير مهم لحتى يعيشوا الأزواج مع بعض. بلاهوت الحياة المسيحية بيحكوا لنا إنه الرجل والمرأة العلاقة بيناتهم مش بس قائمة على الشهوة الجنسية، إنما قائمة على العلاقة المتبادلة، علاقة المحبة، علاقة الحوار. إذن العفة كقيمة اجتماعية هي مطلوبة من الإنسان المتزوج وغير المتزوج، لأنها بتشمل كل القيم الإنسانية وكل الإنسان كامله، من عواطف، من أفكار، من ردات فعل، حتى من معرفته الذاتية لشخصه. إذن تحكينا عن الامتناع عن الزواج صفتي بتولية. إذا إجينا حكينا شوي عن العفة في إطار الحياة المكرسة، أخذت منحة تانية، منحة الالتزام، منحة النذر بوعي شخصي وحرية. نعم. إنه هذا القلب يكون في المركز الأول، هو ربنا، لحتى يمتلي هذا القلب من محبة ربنا ويفيض للآخرين محبة وعطاء بفرح. نعم. إذا حكينا كمان إنه العفة هي مش كبت عواطف، إنما تحويل هاي العواطف لمنحة تاني أسمى، اللي هي الشهادة للملكوت. نحن بحياتنا الإنسانية هدفنا ودعوتنا الأساسية دعوة للسماء، نكون أبناء السماء، أبناء الأبدية. لكن الإنسان انغمس بالحياة بمغريات العالم ونسي هاي الدعوة، فبتيجي الحياة المكرسة كصوت صارخ بنذورها وبعيشها لحياتها لحتى تذكر العالم بهاي الحياة للملكوت. نعم. التخلي عن الحياة الزوجية مش هو خوف من المسؤولية ولا هو كره للعائلة والتقليل من قيمتها، لكن هو لحتى نأسس عائلة أكبر. نعم. لحتى نسمو بهاي المشاعر ولحتى نعكس للعالم الحياة يلي بدها تكون نكون عليها بعدين. بيحكوا بالكتاب المقدس لا يتزوجون ولا يزوجون إنما يعيشون كالملائكة. وبالنسبة لقديستنا ماري ألفونسين كمان عاشت بانسجام داخلي بحياتها الداخلية، انعكس هذا على حياتها الخارجية، عاشت الامتلاء من ربنا فانعكس بحياتها الخارجية بالهدوء، بالرزانة، حتى بالتعامل مع الآخرين بخفة ونحافة، بالحركات وبالحكي. نعم. فعاشت المحبة ونقلت المحبة للآخرين، محبة ربنا للآخرين، فكانت حتى برسالتها وبخدمتها وين ما كانت هي بتترك وراها هالعطر من روحانيتها. حلو. العفة حرية القلب، العفة عدم التعلق بأي أمر. برأيك كيف منطبق هذا على أرض الواقع؟ العفة هي نعمة من ربنا. نعم. نعمة أعطانا إياها ربنا لحتى نتمثل فيه. دورنا التجاوب مع هاي النعمة، تجاوب بحريتي،
التجاوب كمان بجهادي، جهادي الشخصي. علي أنه أنا كمان دور أحافظ على هاي النعمة وأنميها. لما أعيشها بأدق تفاصيل حياتي أنا بوصل للحرية. نعم. الحرية من كل شيء ممكن يقيد هاي الحياة ويقيد حياة النعمة فيي. بوصل للحرية، بوصل لنقاوة القلب. من هون فيي أنطلق للآخر بعطائي بكل حرية، بمحبته محبة إنجيلية، بالعطاء لإله بدون مقابل. نعم. هذا يلي فينا نحن نسميه الأمومة الروحية، لأنه عفة بدون أمومة روحية هي عقم. نعم. هي بلا معنى. نعم. ماري ألفونسين بحياتها كمان هي عاشت هذا البعد بأسمى وأعمق معاني، عاشت هاي المسيرة، مسيرة الحفاظ على النعمة والتجاوب معها. منشوف نتيجة هاي المسيرة بحياتها، حتى وصلت لدرجة إنه تقول وعشت مجردة من كل عاطفة أرضية. نعم. يعني هاي الكلمة كتير كتير قوية وعميقة فعلا. حتى برسالتها بيخبرونا ديش كانت مطيعة، مش متعلقة أبداً بأي مكان. نعم. كانت يوصلها أمر الطاعة تنفذ بأسرع وقت ممكن، وكان هدفها وحياتها الرسولية الغير الرسولية. كانت كتير يهمها خلاص الأنفس. وفي ثلاث أشياء ممكن ناخدها كمان من حياة مؤسسة ماري ألفونسين ساعدتها تعيش الحرية. نعم. كلمة الله والتعمق فيها، عيشها لسر الإفخارستية، وطبعاً العلاقة الحلوة مع أمنا مريم العذراء بتلاوة المسبحة، اللي ما كانت وليدة الحدث إنما كانت مرافقتها من الصغر، من نعم. بداية حياتها العائلية. نعم. سير فادية، في تيارات عديدة حالياً منافية لنذر العفة وللطهارة وللبتولية. كتير ناس بس يشوفوا الرهبات والرهبان بيقولوا كيف قادرين تعيشوا، كيف قادرين تعيشوا بلا زواج، انتوا ماشيين فعلا عكس التيار. برأيك كيف بيقدر المكرس يحافظ على عفته وطهارته ونقائه في ظل كل هاي الظروف، كل هاي التحديات، كل هاي التيارات المنافية للعفة والطهارة؟ مزبوط، الحياة الرهبانية فيها كثير من الصعوبات، فيها كثير من التحديات، لكن هي بحاجة لقوة الإيمان، قوة الرجاء، وقوة المحبة في ربنا. لما نحب ربنا ونعيش معه علاقة شخصية فعلية، أنا متأكدة أنه بنوصل لعمق تكرسنا. نعم. المفروض كمان أنه نعيش بسهر دائم على دعوتنا وعلى حياتنا، وما نساوم أبداً بالقيم الجوهرية والأساسية فيها. ما نخاف من الانفتاح على العالم والعطاء، لكن بنفس الوقت ما ننسى العزلة الرهبانية. نعم. العزلة الشخصية يلي هي مش انقطاع عن العالم، لكن على مثال يسوع في الإفخارستية، موت عن الجميع ومحبة الجميع. حلو. وعلى مثال المؤسسة كمان ماري ألفونسين يلي كان في عندها هالسر الحلو بحياتها اللي هو التعبد للقربان الأقدس. بآخر حياتها كانوا يدوروا عليها يلاقوها بالكنيسة عم بتصلي وعم تسجد للقربان المقدس. بتخيل هذا هو النبع. نعم. لحياتنا الرهبانية، الأمانة للدعوة، الأمانة للداعي. نعم. إذن نذر العفة برأيك لا يتنافى مع محبة الراهبة والراهب للجميع الأشخاص اللي بتعامل معهم، لا يتنافى مع الأمومة الروحية، لا يتنافى مع الانفتاح على الآخر، وإنما الراهب والمكرس بده يعرف إنه هو في العالم ولكنه نعم. ليس من العالم. سير فادية، نشكرك على هذا اللقاء، نتمنى لك الخير والبركة، ربنا يباركك ويحميك ويثبتك في نذورك، سيما أنت بعدك من الراهبات الناذرات، النذور المؤقتة بسموه. نعم. لسه بدك سنتين تنذر الدائم. نعم. الله يباركك ويثبتك في محبته. شكرا مصر، الله يخليك. شكرا. كانت القديسة ماري ألفونسين مثال الحشمة والتهذيب والرصانة في حديثها وحركاتها وأعمالها وانحناء رأسها وغض نظرها وفي مشيها، لأن الحشمة والتهذيب فضائل تصون البتولية وتقود إلى الطهارة. أحاديثها روحية ورزينة، ولم يسمع قط أنها تلفظت بكلمة بطالة طوال حياتها، فكانت الطهارة مجدها وخدمة الرب بالقداسة والبر جميع أيام حياتها هدفها وغايتها. لقد كانت النعمة هي التي سمت بها إلى هذا المستوى الرفيع من الكمال،
إنها بحق زهرة مقدسية أصيلة، نموذج قداسة فريد في حقل الرب في كنيسة الأرض المقدسة. نختتم حلقتنا لهذا اليوم بالرؤية التي رأتها القديسة ماري ألفونسين ودونتها في مذكراتها إذ كتبت: وكنت أظن أني أسكن الدير منذ زمن طويل، ورأيت مذبحاً مزيناً لأم سيدة الوردية وراهبة ساجدة أمامه تتلو السبحة، ثم تأتي غيرها وتفعل فعلها بالمناوبة ليل نهار. وكانت أم البتول تكرر القول أن من الضروري أن يكون في الدير وردية دائمة تتلوها الراهبات والبنات. وكنت أشاهد الراهبات قاطبة يمارسن طاعة تامة إكراماً لأسرار فرح أمي، فقراً متقعاً إكراماً لأسرار حزنها، عفة وطهارة فائقة إكراماً لأسرار مجدها. وكنا بهذه الفضائل الثلاث يكرمنا سيدة الوردية، فتبتهج بذلك وتزين نفوسهن بالمواهب السماوية وتسكب على أغلبهن استعداداً وتيسيراً ورغبة في السير في طريق الفضيلة والكمال. نراكم في الحلقة القادمة وإلى اللقاء. أنت